من صحبتكم بعاني منكم انا فكتني اصلي دماغي وجعاني تيجي معايا بهدله اسمع مني انا يالا هتحل المساله كده اول مرحله فاكس معايا كشاف هرمي دي الساب هضب حصاد اموال دول شوية توجات الرص ما بتوصلش اللي ما بعرفهاش لو حبيب تلاقي رشاش تروح الانعاش اللي راح مسيره يتعوض يجي غيره بس بنت بدراك احمد ناصر وزير وزيره بطلنا اللي عطلنا ومش فارقه يخسرنا اصل احنا زي ما احنا معاش اللي يعبرنا بوجه رسالة للناس الرخاط انتوا تمامكم في خزنة رصاص جه وقتنا وقتكم خلاص هرفع سلاحي وهضرب قناص يلا اوعى النار يلا خيرك جرب هنا لك اتعرف اسمع وبلاش تستغرب مش في الكلبش عايز اقلش ده كبش لا مكلش ما تحاولش معايا ما تغامرش ما تعفرش ما تقدرش تعدي من القرش مدق في المدق قال له لا اتسقى عايز ازقى عنده حق دخلت جد لبست حيطه سدد جمعه ولا سبت ولا حد اسمع اللي انت بتتناكد نكت 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 تتثبت تتلزق بتاكد تك 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 سكوت انا مش عايز اسمع صوت تقتل تموت تتفت تتحط في تابوت Zero.